بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك حبيبي يا رسول الله، صلاة تكون سببا في الرضا عنا من الله رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا وسهلا بكم أيها الأحبة الأكارم إلى هذا اللقاء الذي نجتمع فيه بحول الله تعالى وفضله ومنته وجوده وكرمه علينا حول قراءة هذا النص الذي دونته يمين رجل من علماء المسلمين، إمام من أئمة أهل السنة. هذا هو الإمام أبو جعفر الطحاوي، المتوفى سنة كم؟ 21 و300، يعني في القرن الرابع الهجري، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد قرأنا يا شباب، للذين لم يتابعوننا منذ بداية القراءة في هذا النص، يعني قرأنا شوطا ليس بالقليل، وكنا أيضا قد وضعنا حقائق حول العقيدة الطحاوية. يعني هذه الحقائق عبارة عن علامات، عن سمات، إذا أنت نظرت في هذه العلامات والسمات عرفت ما هي العقيدة الطحاوية. إنها عقيدة جاء فيها ما يوافق الكتاب والسنة وأقوال أهل السنة والجماعة، ولم يخالف فيها الطحاوي ما كتبه أبو الحسن الأشعري إلا في ثلاثة مسائل، وهذا فصلناه في لقائنا أو في لقاءاتنا الماضية، ووقفنا على جانب كبير من هذا التوافق بين ما جاء في الطحاوية وبين ما جاء في مؤلفات أبي الحسن الأشعري أو ما جاء في مؤلفات أبي منصور الماتريدي. حتى قال بعض العلماء إن العقيدة الطحاوية عقيدة ماتريدية، وهي عقيدة أقرب إلى الماتريدية منها إلى الأشاعرة، لا خلاف بينهم إلا في هذه المسائل الثلاثة. وإن دققنا النظر يا أحبابي، إن دققنا النظر في هذه المسائل الثلاثة فإننا لن نجد إلا خلافا لفظيا، ليس خلافا حقيقيا، إنما خلاف لفظي. وقرأنا جانبا واسعا وطويلا، وفرعنا وكتبنا عناوين فرعية وعناوين أساسية، حتى وقفنا في آخر مرة قرأنا فيها على حقيقة التسليم لله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان إن قرأ في القرآن الكريم صفات توهم مشابهة الله بخلقه فعليه أولا أن يسلم أن هذا وصف الله نفسه، وعليه ثانيا أن يعتقد أنها لا تدل على أن الله يشبه خلقه. كل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض، افعل ما ترى، أوله أو ورم تنزيها. إذن يكون القصد أن لا يشبه ربي سبحانه وتعالى أحدا من خلقه، فهو الذي قال في كتابه العزيز ليس كمثله. ونحن نعتقد صفة من صفات الله تعالى المسمى عندنا في عرفنا بالصفات السلبية، نعتقد صفة اسمها المخالفة للحوادث، أن ربي تعالى مخالف. فلماذا هو مخالف للحوادث؟ لأنه قديم، لأنه لا أول له ولا آخر، فهو الأول فكيف يشبه القديم الحادث الذي له أول؟ هل يجوز في العقل أن يشبه القديم الحادث؟ لا يجوز. وهذا هو المبدأ العقائدي الذي وقفنا عليه في المرة الماضية من التسليم. من ماذا يا شباب؟ التسليم لله تعالى، وأنه كلام الله تعالى ويراد به ما ينزه ربنا عن أن يشبه خلقه وهو على كل شيء قدير. الآن يا جماعة سنواصل القراءة من حيث وقفنا، وكعادتنا أضع لحضراتكم عناوين رئيسة، فضعوا هذا العنوان في هذه الورقة التاسعة، يعني لو أنك راجعت لوجدت أننا أملينا ثمانية ورقات في الدروس الماضية. وقفنا عند رأس هذه المسألة التاسعة، المسألة التاسعة يا جماعة اكتبوا عنوانها: من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم. من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم. وفرع منها ثلاثة أفرع. الفرع الأول معراج الحبيب المصطفى، صلى الله عليه وسلم. الفرع الثاني
وصف الحوض النبوي. اللهم اسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. وصف الحوض النبوي، الحوض، الحوض، تعرفون الحوض؟ اللهم اسقنا من حوضه جميعا يا رب، واجمعنا وإياكم من الشرب ومن كف الحبيب المصطفى في حوضه يوم القيامة، من حوضه من كفه صلى الله عليه وسلم. الفرع الثالث يا شباب، الشفاعة العظمى. الآن الإمام الطحاوي سيكتب نظما أو يكتب نثرا يوضح فيه هذه الخصائص الثلاثة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنها لعبقرية من الإمام الطحاوي أن يأتي بهذه الخصائص عقب قوله سلم لله ليسلم دينك، عقب قوله سلم لله ليسلم دينك. ومن آثار تسليمك لله أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرج به إلى السماء السابعة، لأن الذي عرج بالنبي نفسه أم ربه؟ ربه. إذن سلم ولا يسلم الدين إلا بماذا؟ بالتسليم، لا يسلم الدين إلا بالتسليم، صحيح؟ ومن عبقريته أيضا أن يذكر الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها من الأمور التي لم نرها، لم نرها ولكن أخبرنا بها، فسلم، فإيش؟ فسلم. وأيضا من العبقرية يا سادة أن يذكر الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى. هذه الورقة التي سنقف على تفاصيلها الآن، سنقف على تفاصيلها الآن. تعالوا لنرى من أين نبدأ تفصيل هذه الورقة التي ذكرنا أنها تتكلم عن أن المعراج حق، وتتكلم عن ماذا أيضا؟ الحوض النبوي الشريف، وتتكلم عن ماذا أيضا؟ الشفاعة. قال والمعراج حق، هكذا، والمعراج حق. ضع يدك عند هذه الجملة، من هنا نبدأ ومن وعند هنا وقفنا في المرة الماضية. المعراج حق، نعم، وهذا الفرع الأول من الورقة التي أمليناها، صحيح؟ فاتنا شيء؟ طيب، ما الذي فاتنا؟ سامحك الله، أنا تعمدت أن أفوتها ولكنك أبيت علي إلا أن أرجع إليها. لا أريد أن أتكلم في هذا، ها؟ فأعني أنا تعمدت أن أفوتها ولكن وجدت منكم انتباها ما شاء الله. طيب، فقبل هذه الورقة التاسعة، الورقة الثامنة، اكتبوا مسألة الأدوات والأركان. طيب ماشي يا مولانا، حاضر يا مشايخ، ماشي. مسألة الأدوات والأركان، هذه الثامنة من أوراق العقيدة الطحاوية، مسألة الأدوات والأركان. الأدوات وماذا؟ والأركان. معلش يعني أنا أعرف أني عدت إلى الوراء خطوة، لا تستعجلوا، سنفهم سويا. ماشي يا شيخ، أليس قد قال الإمام الطحاوي ما جاء في القرآن سلمه لربك دون أن تعتقد صفة لله تشبه صفات الحوادث؟ هكذا قال، صحيح، وهكذا أراد الطحاوي، وهذا كلام أهل السنة. يعني إذا جئت بشيخ من الأشاعرة، بشيخ إمام من الأشاعرة، على أن الأشاعرة يؤول يا شيخ حميد، ماذا يفعلوا؟ متأخروا الأشاعرة هم الذين يعني زادوا في التأويل، فتقول له الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب العزيز بل يداه مبسوطتان، بل يداه، وقالت اليهود يد الله مغلولة، ها، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. أنا أسألكم، الأشعري ماذا يفعل هنا؟ يؤول، صحيح؟ فإذا سألت الأشعري هل ترد الآية؟ لا تقبلها؟ ماذا يقول؟ يردها؟ لا يردها، ولكن لماذا يؤولها؟ بقصد تنزيه الله عما يخطر في عقلك من قراءة هذه الآية. فهل يردها؟ لا يرد، لا يردها. طيب، هذا الذي يؤول. فإن أنا جئت إلى الذي لا يؤول، يمرها كما جاءت، يمرها كما جاءت، فسأسأله سؤالا آخر، هل تعتقد يا عم الشيخ أن لله يدين كيدين الخلق وكيدي الحوادث؟ ماذا سيقول؟ لا أيضا. فهو لا يقصد تشبيه الله، هذا الذي لا يؤول، وهذا الذي يؤول لا يقصد رفض الآية، لا يقصد رفض الآية، إنما المقصود في النهاية التنزيه. يعني كأن كلا المذهبين يلتقيان في تنزيه الله تعالى،
كأن كلا المذهبين ماذا يفعلان؟ يلتقيان في تنزيه الله تعالى. فكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه. أنا بماذا أمليت عنوان هذه الورقة؟ الأدوات والأركان. تعرفون ما هي الأدوات وما هي الأركان؟ الأدوات والأركان ستعرفونها أثناء قراءتنا هذا الجزء الذي تعمدت أن أمره تمريرا سريعا وأبيتم أنتم. تعالوا لنقرأ. يقول الشيخ الطحاوي: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية. موصوف بصفات، اقرأوا معي يا شباب. فإن ربنا جل وعلا ماله؟ موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس بمعناه أحد من البرية. تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان والأدوات. تنتظر. تعالى الله عن ماذا؟ عن الحدود. وتعالى الله عن ماذا؟ الأدوات. وماذا أيضا؟ والأركان. الأدوات والأركان، صحيح؟ ولا الأركان والأدوات؟ ها؟ تعالى الله تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأدوات، ها؟ لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. أي حد من المبتدعات تحويه الجهات الإيه؟ تحويه الجهات الست. أما نحن، أما ربنا سبحانه وتعالى، ها؟ صلوا على النبي. هذه الجملة الطحاوية تدل على أن الطحاوية مؤول وليس مفوض كما يزعم النابتة ممن أخذوا العقيدة الطحاوية وقالوا هي عقيدة سلفية على مشرب الوهابية، على مشرب الوهابية. غير صحيح. هذه الجملة وحدها تكفي أن الرجل يؤول. أحسنت يا ولد. تكفي في أن الرجل يؤول. ماذا يقول؟ اقرأوها لي مرة أخرى واسمعوني إياه. ماذا يقول الشيخ؟ تعالى الله قال: فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات وحدانية، منعوت بنعوت فردانية، ليس بمعناه أحد من البرية. تعالى الله عن، تعالى الله عن الغايات والأركان والأدوات. الغايات والأركان والأدوات، صحيح؟ طيب، ما معنى الأركان والأدوات؟ أيوة، اقفش، ضع يدك على هذه الفقرة فإنها تجعلك تفهم الإمام الطحاوي وتجعلك تعرف لماذا نحن نصر على أن الرجل يعبر عن عقيدة أهل السنة والجماعة. كيف يا شيخ؟ ما هي الأركان؟ الركن هو الشيء الذي يركن إليه، هو الذي إيش؟ يركن. قال: أو آوي إلى ركن في القرآن، أو آوي إلى ركن شديد. فالله منزه عن الأركان، صحيح؟ لأنه ليس كمثله شيء. طيب، والأدوات؟ الأدوات يعني الجوارح. يعني ماذا؟ الجوارح. أنت تكتب بأداة اسمها اليد، تتكلم بأداة اسمها اللسان الذي يحتاج أن يقطع، ها؟ وتنظر بأداة اسمها، أنا أريد أن أسمع شباب، أنتم نائمون، وتتكلم بأداة اسمها اللسان، وتسمع بأداة اسمها الأذن، صحيح؟ وترى بأداة اسمها العين. فالله تعالى منزه عن إيش يا مشايخ؟ عن الأركان والأدوات. وأنت تحتاج إلى ما تركن إليه، صحيح؟ وهو منزه عن الأركان. وأنت تسمع وترى وتبصر بأدوات اسمها السمع والبصر وربي تعالى يسمع ويبصر ويتكلم من غير أدوات. من غير ماذا؟ من غير أدوات. أليس هذا تأويلا؟ ها؟ بلى، هو تأويل. لماذا؟ لأن القرآن جاء بذكر الأدوات، جاء بذكر، فقال ربي سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه، ذكر الأداة وهي
اليد، ثم يرجع الطعام فيقول منزه عن الأدوات والأركان. كيف منزه عن الأدوات والأركان؟ والله قد ذكر الأداة في القرآن. هذا يعني أن الطحاوي ماذا يفعل؟ يؤولها. فلا يزعم إنسان ويتهمنا بالجهل ويقول إن الطحاوي هذا عقيدة الوهابية. ليست عقيدة أحد، إنها عقيدة أهل السنة والجماعة. إنها عقيدة من يعمل الشيخ؟ أهل السنة والجماعة. هكذا يصرح بوضوح إن ربنا غني عن الغايات والأدوات والأركان والأدوات. هل الله تعالى يحتاج إلى بصر عين ليبصر؟ يحتاج إلى أذن ليسمع؟ ها؟ لا يحتاج إلى هذا. فهو سميع بصفة السمع، بصير بصفة البصر. لكن هل يحتاج إلى جارحة ليستعملها؟ أنا يا جماعة أسميت هذه الورقة، وكنت الله يسامحك الشيخ وسيم، كنت قد انتويت أن أتجاوزها سريعا. أنا أسميت هذه الورقة مسألة الأدوات والأركان المبحث الأخطر في العقيدة الطحاوية. المبحث الإيش؟ الأخطر. لماذا؟ لأنه يكشف لنا عن مدى عمق فهم الإمام الطحاوي للعقيدة في الله. بعد أن قال سلم، مرر الآية كما جاءت، له وجه، له وجه، له قدم كما جاء في الحديث، له قدم، خلاص أنا أسلم بقول الله وأسلم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم بهذا وأسلم بهذا. ولكن مع اعتقادك أن ربنا منزه عن الأدوات والأركان، كيف أسلم واعتقد أنه منزه عن الأدوات والأركان؟ كيف أفعلها هذه؟ أسلم أن هذا قول الله في نفسه، ولا أعتقد ظاهر معناها، ولا أعتقد، إنما أعتقد أن لها معنى يليق بجلاله، ليست الأركان والأدوات، ليست الأركان والأدوات. هذا الكلام ترجمة لقول الإمام اللقاني، كل قول أوهم التشبيه أوله أو فوض ورمه ورم تنزيه، هو نفس المعنى، لم يخرج عنه قيد أنملة. لا، هم قد تكلموا حول أن الإمام الطحاوي مفوض ويرفض التأويل رفضا تاما، ويرفض التأويل رفضا تاما. وأنا أقول لا، شيخ الطحاوي يقول اعتقد أن هذا كلام الله في نفسه، إن هذا كلام الله، بل يداه مبسوطتان، هذا كلام الله عن نفسه، اعتقدها أنها كلام الله عن نفسه، جيد. ولكن إياك أن تتخيل أن قوله بل يداه مبسوطتان تعنيان جارحتين، أو تعنيان أداة كأداة البشر أو كأداة الحوادث يستعملها ربنا سبحانه وتعالى ويحتاج إليها. إياك أن تعتقد هذا. فماذا أعتقد؟ أن ربنا منزه عن الجوارح وعن الأدوات وعن الأركان. أيوة، فماذا أعتقد في كلمة بل يداه مبسوطتان؟ معنى يليق بجلاله تعالى. ما هو هذا المعنى؟ الظاهر من الآية أم له تأويل؟ هكذا يقول الطحاوي، وهكذا لم يفهمه كثير ممن قرأوه ويظنونه مؤول على طول الخط. هذه الفقرة عبقرية بكل معنى الكلمة. هذه فقرة إيش؟ عبقرية. ما معنى الأدوات والأركان يا شباب؟ الأدوات يعني الجوارح. فهل ربك منزه عن الجوارح؟ نعم، هذا معنى الكلام. سمعتموه؟ اقرأوا لي الفقرة مرة أخرى. يقول الشيخ فإن ربنا جل وعلا منعوت بنعوت الفردانية، ليس بمعناه أحد من البرية، تعالى الله عن الحدود والغايات والأركان، اسمع، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. طيب الوهابية يقولون الله في السماء، والطحاوي يقول لا تحويه الجهات الست، فهل الطحاوي وهابي؟ فهل عقيدته عقيدة السلفية المعاصرة؟ ويقول بوضوح لا تحويه الجهات، ثم يقول الجهات الست هذه من صفات المبتدعات. المبتدعات يعني الحوادث. فإن كان في جهة من الجهات الست فيكون يومها من الحوادث، ليس قديما. ما هي الجهات الست؟ يعني الله ليس فوق وليس تحت وليس يمينا وليس شمالا وليس خلفا ولا أماما، لا يتصف بالجهات الست. فإن الجهات الست إيش يا شباب؟ ها؟ من صفات المبتدعات، من صفات المبتدعات والمخترعات. فهل يكون الطحاوي قائلا بقول السلفية المعاصرة من أن الله في السماء فوق عرشه بائن عن خلقه؟ هل هذا صحيح؟ فالطحاوي هنا مؤول أو منزه على وجه الحقيقة كما قال أهل السنة والجماعة.
فهمت؟ من يثبت لله الجهاد معتقدا أن الله كشيء من الحق. شوف أنا أضع لك الشر قيدا في غاية الأهمية، لأني أعرف أن لعابكم يسيل في تكفير المسلمين. لا تفعلوا هذا، الله يكرمكم، لا تفعلوا هذا. من أثبت لله الجهة على سبيل الجهل والعناد فهو مسلم، ومن أثبت لله الجهة على سبيل اعتقاد أن الله في جهة من الجهات كسائر الحوادث فهو غير مسلم. وصلى الله على سيدنا محمد.